أطفال، أمامكم ورقة، أريدكم أن تكتبوا أحلامكم في المستقبل وكيف ستخدمون الإمارات. وكيف يا معلمتي؟ ماذا تريدون أن تصبحوا عندما تكبرون؟ كيف سترفعون علم الإمارات؟ نكون أوفلا ونصنع المستقبل بالروح والإصرار نبني دولة العمار. تحقق الأمل عند جيل بعد نسابق الأمم بالعلم نرفع القلم نقول إننا نعم نعم ونستطيع جنودنا همم أبناؤنا أهل القمم إن رفرف العلم يعم الخير للجميع سنرفع العلم شامخا في كل دار شامخا في كل دار نبلغ القمم ونعيش بافتخار ونعيش بافتخار. تحقق الأمل عند جيل بعد جيل بالجد والعمل نستفز المستحيل وضحنا العلم سنرفع العلم. كات اتسراب Thank you.